بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالفيديو راح نحل الهوم ورك الخامس المهندس ميساء ان شاء الله. من الابعاد الموجود في الصورة بنعرف انه لازم نفتح ملف مترك، نفتحه ونجهز الطبقات المطلوبة والخصائص تبعتها والالوان. مطلوب نرسم الفرونت والتوب والرايت. خلينا نبدأ بالفرونت، نبدأ من خطوط السنتر لاين، نرسم الأقواس هاي. نيجي على لاير السنتر، عندنا الراديوس الدائرة القوس الصغير 30. نغير الطبقة 30، نضغط مرة انتر عشان نرجع. احنا بدنا نحط الراديوس 40 بس، 40. نمد الخطوط سنتر لاين لحد تتقاطع مع الدائرة الكبيرة عشان نسهل علينا الترم، عشان نظبط الترم. نعمل ترم، تي ار انتر انتر. تي ار انتر انتر، تمام. نيجي نكمل رسمة من هون لهون، من هون لهون. كيف نكملها؟ ننتبه المسافة من هون لعند هاي، هذا الخط والسنتر 10. هاي نص دائرة، يعني في عندنا خط مستقيم مقداره 10 لتحت، من هون خط مستقيم مقداره 10. هاي أول شي لازم نعمله، ننزل 10. طيب هسه من هون لهون للطرف هاي راح يبين من الفرونت بالنسبة لنا، راح تكون المسافة زي هيك. حكينا من السنتر للسنتر اللي هون هاي راح تكون 50. ليش؟ لأنها هاي 100 والرسمة فيها تماثل. من هون، من هون لهون 50، ومن هون لهون 30 اللي هو الرادياس. رادياس دا ال شو اسمه القوس الصغير 30، هاي خط مستقيم كارت، هاي راح تضلها 30. وحكينا بضل هون عندنا 20 سنتي. طيب من هون للحافة 10 اللي هو الراديوس القوس، هاي موجود عندنا هون، فبصير عندنا المسافة من هون لهون 30، نضغطها 30، نطلع 10، نرجع لهون. نفس الاشي راح نعمله هون، ننزل 10، نمشي 30، نطلع 10، ونسكر. تمام. بنرسم حدود الرب اللي هون. كيف نعرف؟ ما صعب نعرف المسافة اللي من هون اللي بتقاطع فيها الرب مع الدائرة هاي، مع الدائرة هاي. فأول شي بنعمله بنرسم الدائرة اللي فوق. سهل نطلع مركز الدائرة اللي هون. كيف؟ نحسب المسافة. عندنا من السنتر، تعال شوف من السنتر اللي هون لفوق كم مسافة؟ 100. هيا هون 100، يعني الحبة هاي السنتر المسافة كلها 100. عندنا ريدس القوس الكبير 40، حلو. هاي هون 40، بضل عندي 60 لحتى اوصل لفوق لهون. اذا من هون لفوق 60، او من هون لفوق 100. نيجي نتأكد انه الاوتراك شغال. اوتراك شغال، نحط الماوس هون،
يرفعه شوي لفوق راح يعطيني امتداد النقطة، فبخلي الماوس باتجاه لفوق، بكتب في الكوماند 100، بضغط انتر راح يودي لي السهم عند النقطة اللي راح ارسم فيها المركز، بس انا نسيت احط الطبقة سنتر، هاي سنتر، نرجع من نفس الحركة، اوتراك شغال تمام، نرفع نحدد البعد اللي راح نبدأ نرسم فيه 100، ننزل شوي من هون، هاي هون المركز راح يكون، برجع بعمل له تقاطع، بمده، أنا بمد بنتبه إنه يطلعوا على نفس الزاوية، عنا قوسين، القوس الأول نصف الدائرة هاي قطرها 30 والثانية قطرها 50، درو سيركل سنتر ديامتر، شوي نغير الطبقة، درو سيركل سنتر ديامتر 30 و درو سيركل سنتر ديامتر 50، بنمد هذا خليه يتقاطع، ونتأكد انه في تقاطع، ليش؟ عشان يزبط معنا التريم، تي ار انتر انتر، نعمل تريم للفوق، تريم هون، تريم هون، تمام، بنوصل الخطوط، في عنا خط هون، سوليد، خط هون، لا، ما بدنا. حلو، هسا عنا الرب هاد بتقاطع مع الدائرة من هون ومن هون، سمكه 10 بيبعد عن السنتر 5 من هون وخمسة من هون، نيجي نعمل اوفست، اوفست بمقدار 5 لخط السنتر هذا مثلا، عملنا هون، نيجي نرسم تقاطع. عندنا طريقتين، يا اما بعمل اوفست لخط هاد بمقدار 10 لهون، او بخاصية الاوتراك، هاي حدد النقطة هاي، وحددنا طلع معنا، فبكتب 10 عشان احدد النقطة اللي ارسم منها، ايوه من هون راح ارسم، بنزل خط عمود لتحت وبعمل تقاطع. عندنا هون خط نازل مايل، تمام، خط المايل هاد مماسف، نعمل احنا من هون خط من هون، اه ما مماس، هاي معطيني تينجنت، هو نفس الشيء راح يكون عندنا خط هنا وفي له مماس، لو حددت وانا اتأكد انه فيه، لا غريب، انجن عشان اتأكد من الخط انه جاي، لاين من هون، كنترول رايت كليك، انجن نفس الشيء من هون، كنترول رايت كليك مع بعض، انجنت، تمام، هيك بالفرونت ان شاء الله ما ضل اشي. هسا ايش نعمل؟ نيجي على خطوط البروجكشن نعملهم، تمام، نعمل الزاوية 45،
45. ليش أكون خربصة؟ خليني أتأكد شوي. سين إيش راح يصير هسه؟ بس نرسم التوب، تمام؟ نرفع خطوط البروجكشن من هون لهون، خط البروجكشن من هون لهون. عنا مشروعاتها كلها راح تكون محصورة من هون لهون. نغير داير زيرو، طبعا اكون شغال اتراك. ما لي اتراك، ايوه مثلا بدي ابدا الرسمه من هون. هاي عملنا هاي اللي هي من هون لهون. نلاحظ ان المسافه هاي من هون لهون 40، وعندنا 10 تبعت الريدس القوس لبرا، بصير 50، وعشرة من هون بتصير 60. فأنا بطلع بمقدار 60. بسكر رسمة هسه، هاي سكرها مربع. الزوايا عنا على شكل قوس، نعملهم فلت. نيجي على الموديفاي فلت، هاي المود عنا فعال تريم، يعني لما اعمل فلت راح يحذف لي الزوايا. الراديوس 10، لانه انا كنت مجرب الرسمة قبل شوي فهو 10. بس اذا ما كان عندك 10 بتكبس ار، تحدد الرادياس، انتر، سيلكت فيرست اوبجكت، سيلكت سكند اوبجكت، هاي عملنا الترم اللي هون. نضغط انتر، رجع بحكي لي سيلكت فيرست اوبجكت على نفس الرادياس، هاي رادياس 10 مع ترم والسكند بده. كمان انتر، كمان انتر، تمام. نرجع للبروجكشن. بروجكشن عندنا من فوق راح يبين عندنا المستطيل هذا، او قبل المستطيل في عندنا خط افقي راح يبين من هاي المنطقة من هون لهون نفس القصة. نرجع للطبقة اللي هون، عنده عندنا خصيص اتراك، فمفيش داعي انه نعمل البروجكشن. نجي على اللاين، من البروجكشن احنا هاي كامل. طبعا عندنا من الجهة الثانية نفس الاشي، من هون في عندنا خط افق راح يبين، فبنيجي بخصيص الاتراك بنحط هون. شايف صار عندي اكثر من نقطة ونعشقد الدنيا. لا انا مجرد ما كبرت الصورة بيختفوا كل النقاط. انا بدي احدد هاي النقطة اللي هو بس طلعت بيه خربت. مشكلة رسمة، يعني تغلبنا راح تغلبنا. نعمل بروجكشن ونريح راسنا. بروجكشن من النقطة هاي لهون، تمام. عنا راح يبين الرب اللي هون مسافتين على شكل مساحة من هون متصل في الدائرة هاي. بس الدائرة هاي هي راح تبين لنا على شكل مستطيل في ثلاث مساحات، مساحة هون ومساحة في النص ومساحة هون.
نرسمه في خاصية الأوتراك، فبنيجي هون بنرفع، تمام. راح نبدأ من هون، نلاحظ إنه معطيني العرض تبعه 30، فبضغط 30 بنزل. طيب كيف بدي ألاقي النقطة الثانية؟ يا إما بحط المسافة 50 أو برضو بخصية الأتراك. هاي عندي الخط، الخط هذا تبع النقاط، وبيجي على مستوى النقطة هاي، بنزل لتحت هاي من هون، تمام. صار يعطيني خطين، بضل أطلع لحتى يعطيني نقطة التقاطع هاي بشكل عمودي، تمام. نيجي نعمل لاين نفس الشيء، مثلا من هون نطلع لفوق المساحة في النص، نيجي نكمل هاي اللي هون، نرفع حط لاين هايو، هاي بينت معنا المسافة. شكيت في حلك اشي بدك تتأكد على الدايمنشن من هون لهون، هيا 10. عنا الرب، الرب راح يبين من فوق من هون لهون نفس الشيء. نيجي عمودي، أكثر من طريقة، بنرجع نعيد في الأوتراك من هون لهون، ها بصير برضه زي هيك مثلا، ها يرفعنا رفع عادي. طيب عندنا اللي من الجنب، من الجنب راح تبين عندنا مساحة مختلفة هون لحد هاي النقطة، هون بس عندك مساحة مشتركة مع هاي، فعندنا راح يكون تمام، راح يكون في عنا خط للرب اللي هو بين الاريا تبعت الرب من هون لهون، ما بخطف هاد، فمنطولها من نقطة التماس اللي هون، فممكن كمان نستخدم هاي، شايف هاي النقطة، شايف كم الفرق؟ الفرق صغير كثير. طب هذا الفرق هو بروح على العلامات، لو هون نشوف منطبقة، لا أما الثاني اللي هون مش منطبقة، هي ما بتكون منطبقة، تمام. فإحنا نيجي أيوة على هاي، لازم تسمى الرسمة، نرجع الخط، أنا بدي وين النقطة، تمام تمام، بنكبر الرسمة، هاي من هون حكينا على هذا المستوى، المسافة لا صعب احدد المسافة كم، وهي بتغلب هاي عادي، مفيش داعي لها يعني، واحد بيقدر يعمل لها projection وخلاص، بس نطلع فيها ننزل 10، بدنا ننزل بمقدار 10 ونرسم، شايف تلاحظ انه بس هذا فيش داعي له، نعمل له trim او delete، نفس القصة بنعملها من هون،
لا خربط انا. ايوه هاي نجيب المقدار مثل ما حكينا، حددنا هاي اللي هون، ننزل 10 لتحت تقاطع، نكبر الرسمة ونعمل ديليت لهذا الجزء. الرسمة مش هيني صراحة. تمام، شو طلع لنا؟ طلع لنا الأربع دوائر بسيطة. نرسم خطوط السنتر لهم، نيجي على السنتر خط نفس القصة. شايف؟ أيوة عندنا هون، لما حطينا على الطرف أعطاني السنتر، فبرسم سنتر لاين من هون، برسم الثاني من هون لهون، بعملهم امتداد. نفس الشيء من فوق هاي. امتداد نرجع على لير زيرو. نحط درو سيركل ديامتر نقطة التقاطع. تمام، ديامتر 10 معطيني في الرسم هون، نضغط انتر، نحدد السنتر، كمان انتر، انتر، سنتر، انتر، انتر، سنتر، كمان انتر. هيك ان شاء الله بكون التوب صار جاهز. نيجي على الرايت سايد، حدود الرسمة راح تبين معنا. اضبط الأتراك، لا صعبة. بروجكشن، نحدد الحدود رايت سايد. بس نتأكد من هاي هون. نرجع على رزيرو، لير زيرو من هون لهون راح يبين معنا. لوين راح يبين معنا مستطيل؟ طبعا نعمل فين من هاي. حلو، هاي بتبين من هون. بس عندي هاي المساحة تبين معي على شكل مستطيل. تمام،
لهون. نعمل البروجكشن اللي هو راح يكون من هاي المنطقة. عشان نتأكد منه هاي هون. تمام أيوه شوف انطبق من حلو. نيجي نحط كنترول رايت كليك تنجن اخ بحدد لي اياها لا مش تنجنت هاي أنا بجي لاين أي المربع هاد بمد خط لاين نسختي راح يبين عندي من هون هاي المنطقة راح تكون لهون من هون عند هاي هيك راح تبين معي بعدين عندنا خط من هون بسبب وجود التماس اللي هون فبنعتبر انه هاي طبقة واحدة جاي هاي هيك تمام شو ضايع عنا؟ في عنا من هون لهون راح تكون 30 نعملها مثلا اسقاط بروجكشن لاين من هون لهون تمام بس لوين راح اكون من هون مع هاي راح يكون مشترك لو نعمل زي هيك تطلع امور تمام ان شاء الله ومنسكرها من هون هي هاي الحافة تحت تمام هاي خلصنا هاي اللي هون خلصنا اللي هون طلع عندنا الريب الريب هو عبارة عن تقاطع هاي مع تقاطع هاي واضحة يجي مع تقاطع من هون مع تقاطع هاي خلص راح يبين عندنا برضو هاي تقاطع هاي مساحة هيك صارت كاملة مبينة معنا والدائرتين اللي فوق هاي مبينة معنا المساحة اللي هون هيها مبينة وتحت مبينة ظل عندنا الهيدن نبدأ في خطوط الهيدن هذا خط عملناه اوفسيت او اشي بنحذفه ناشية نيجي على لاير الهيدن هي الهيدن الهيدن
نيجي على الفرونت. الفرونت راح ابين عندنا هيدن ايشو. هيدن راح ابين عندنا الدوائر هاي، راح تبين عندنا هيدن هون. تمام، هون هون غيرهم في شيء هون. نشوف ايش شيء مخفي، ايش شيء مخفي، كله على نفس المستوى، على نفس المستوى ان شاء الله. فمثل ما حكينا اللي هنا راح يكون، نيجي على الكوادرانت اللي هون، الكوادرانت ضلينا نزلين نزلين، هاي هيدن. دائما بمشي انا بمقدار الريدس اللي هو بمقدار الديامتر اللي هو 10، لا بدون ما امشي هيك. نرجع على الربع الثاني، برضو من هون هون برضو نفس الشيء. عندنا السنتر راح نمشي هاي هاي هذول كملوا عاد. نعم هيك، ما اتوقع انه في عندنا هيدن في المنطقة الاولى اللي هي الفرونت. نيجي على الطب، يراهو شو في هيدن. عندنا هيدن، هاي الهيدن اللي هون، هاد راح يكون هيدن من فوق على الطول كامل اللي هو من هاي الحافة. فهم نيجي أيوة عنا هيدن من هون لهون، هيدن 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 حكينا يجي من هون هاي هيدن. نفس القصة من الجهة الثانية، عنا هيدن تمام. هاي التو هيدن من التوب دوران بينات، حكينا الهيدن اللي هون هاي بين هون وبين هون، في عندنا هيدن منطقة، هاي هيدن راح يكون في لها سنتر لاين، طبقة السنتر نفس القصة، مستوى السنتر مالنا يا اخوان. تمام شو راح يكون عندنا كمان هيدن، في عندنا هيدن هون هاي المنطقة كيف، هاي اللي هون هيدن من هون لتقريبا النص، في عندنا هذا هيك هيدن، يعني عندنا الهيدن هون راح يكون طبقة هيدن، هيدن من هون وعلى مستوى هاي. نفس القصة من هاي الجهة، في عندنا هيدن من هون نرفع في الأوتراك، نيجي على النقطة هاي لحد تعطيني التقاطع اللي هون، أعطيه هيدن هيك أرجع كيلو هيدن هيك. هيك في عنا هيدن، هيدن المنطقة هاي الرب مع هاي المنطقة 100%، هاي هيدن اللي فوق. هل في شي هيدن؟ أنا بطلع من فوق عندي هاي المخفية بس، وعلى سواها هاي مختفي مختفي، وبعدين نكمل سوليد مختفي، وبعدين نكمل سوليد. تحت حكينا عندنا هيدن اللي هو الدائرة هاي،
من هون لهون حملناها من جوا لبرا، إن شاء الله هيك تمام هاي المنطقة. نيجي على الهيدن الموجود في الرايت سايد، نطلع على الرايت سايد. أول هيدن راح نلاحظه الهيدن اللي هون، هو جاي من هاي، نقول له هيك هيدن بس في المنطقة اللي فوق هاي كاملة، كاملة راح تكون لأنه الدائرة كاملة. حلو، هاي هون هيدن كامل. في هيدن ما في هيدن، هيدن هذا طبعا بالنسبة لهاي المنطقة هيدن، بس على مستوى السوليد فهو سوليد. عندي الحافة هاي، الحافة هاي المفروض انها تكون على مستوى التقاطع اللي هون. انا في عندي خط هون بالغلط، هذا الخط لازم نحذفه، نتأكد انه على نفس المستوى. فنعمل لاين من هون، خط لا هاي غلط، اللي هون المفروض انه من هون، فبنحذف هاي، نحذف هاي. الزيرو لاين شايف الفرق؟ هذا هو الفرق، هذا الاشي اللي راح نعمله زي هيك، بس بدنا نسكر الفرق اللي هون. إذا أنا راح يبين عندي هيدن، في هيدن راح يبين عندي اللي هو من هاي المنطقة. لما أطلع هيك راح أشوف هاي هنا ثلاث طبقة في النقطة هاي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت مرسومة صح، كانت مرسومة صح. نرجع نرجع، كانت مرسومة صح. أنا راح أشوفها من هاي المنطقة، راح يطلع عندي هيدن خفيف. هو مش عارف إذا في هون هيدن ولا لا، ما هو يكون في هيدن خفيف يعني، مش عارف صراحة. خلينا بدون هيدن، إذا أنتوا لاحظتوا في هيدن حطوا عليه هيدن. شوفي عندنا في عندنا كمان هيدن راح يبين اللي هو من هون، من هون لهون في عندنا هيدن، أيوة من هاي اللي هون في عندنا هيدن، هيدن عطولها كامل. هاي هيدن، في عندنا كمان هيدن ما أطلق، ظل هيدن واحد الدوائر. الدائرتين هذول نعملهم بروجكشن من الربع، أيوة الكوادرانت اللي هون صح، الكوادرانت فين الكوادرانت الثاني؟ انا راح اكون عندي هيدن،
نفس الشيء دعم البروجكشن للدائرة الثانية. راح ادعم الهيدن سنتر للهيدن. هاي سنتر عندي هون سنتر وعندي هون سنتر. كيف احدده؟ بدي ابعد بمقدار نصف القطر اللي هو 5. انتر بعدت راح اقول له زيك شوي نطفي طبقة البروجكشن نشوف المساقط في الفرونت راح يبين معنا زي هيك بدون هيدن الا الدوائر. تمام نيجي على العلوي راح يبين معنا ثلاث دوائر هون. هاي راح تبين على شكل مستطيل في ثلاث مساحات. الرب مبين جزء منه الجزء الباقي هيدن لحد ما يطلع من هون الرب. المنطقة تحت راح تبين هيدن اللي هون. ما اتوقع انه في نيجي على الرايت سايد انه هيدن اللي هو هاي المنطقة انه هو لون هيدن. ايه ما في هيدن هون ليش؟ لانها منطقة كلها سوليد كلها ماتيريال فيش في الانقطاع. راح يصير نفس المنطقة اللي هناك يعني هيدن ورا سوليد. راح يبين عندنا السوليد بس وين السوليد؟ السوليد حاط فوقنا هاي السوليد من هون لهون. تمام ما فيش هيدن حكينا ان هيدن اللي هون هاي المنطقة بعدين بنضل نازلين لتحت ان هيدن هون مطابق لهاي اللي هون. الو ان شاء الله هيك تكون تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.